ضمن الحاجات اللي خلتني اتعاقد مع شركه داينامكس لينك طبعا كنت انتم اول ريكومند من شركه مايكروسوفت، وده كان بالنسبه لنا شيء اساسي. كمان كان بالنسبه لنا في تحدي كبير قوي اللي احنا عايزين ننقل كل الداتا بتاعنا، سواء كانت الداتا في الاكونت او في الكاستمر سيرفيس، كل شيء من السيستم القديم للسيستم الجديد، وكان في ابيليتي كده. فده كان من اهم النقاط، يعني في حاجات كتير كنا ما بنقدرش نعملها في البرنامج القديم، انما لا دلوقتي الموضوع بقى اكتر سهوله واسرع ومور فلكسبيليتي. اللي خلانا نتعاقد مع شركه داينامكس الدعم الفني، ناس بروفيشنال جدا في التعامل وفي سرعه الاستجابه. كانت المشاكل اللي بتقابلنا في السيستم القديم خاصه بالريبليكيشن، وما كانش فيه المرونه اللي موجوده في البرنامج الجديد اللي تخص بالاقسام. ما فيش اقسام كتيره في معانا في السيستم القديم. تعديل الاسعار والكلام ده ما كانش بالسهوله اللي موجوده حاليا، دي كانت مقابلنا، عشان كده احنا فكرنا ان احنا ننقل الى السيرتيال.